السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نشتغل application عن درس الـ real numbers. هو هذا السؤال الموجود قدامنا. بهذه الابليكيشن عاطيني الـ A والـ B والـ C بهذه الأشكال الموجودة قدامنا. عم بقول لي show all the details of the following questions، يعني أنا بكل هودي الأسئلة بدي ورجي، بدي بين كل التفاصيل. بأول سؤال عم بقول لي calculate A، بدي احسب الـ A اللي هي هذا الشكل الموجود قدامي، and write the answer in simplest form. simplest form اللي هو قلنا مثل كأنه irreducible form. إذا يا بقول simplest form يا بقول irreducible form. الـ A عندي هي بهذا الشكل 8 over 3 minus 5 over 3 times 21 over 15. أكيد لحتى اشتغل الـ A بدي احترم الـ order of operation. هون عندي minus وهون عندي times، وأكيد الـ times هي أقوى من الـ minus، فإذا أنا أكيد بدي بلش بالـ times. مسؤول بدي بلش بالـ times، يعني كل شيء غير الـ times بتركه مثل ما هو وبس بيشتغل هون. هلأ لحتى اشتغل 2 fractions بيناتهم times، فأني بضرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت، والشغل صح 100%. ولكن اوقات بكتشف ارقام بتسهل الشغل علي. يعني اني هون فور اكزامبل في اختزل ال 5 وال 15 اوفر 5، فاذا في اقسم هون اوفر 5 وهون اوفر 5. كمان ال 21 وال 3 في اقسم فوق وتحت على 3 مع الإشارة إلى أنه هذا الكلام صحيح، يعني بقدر أقسم فوق وتحت بفراكشنز مختلفين بس لما تكون الإشارة بيناتهم times. فحصير عندي 8 over 3 minus 5 over 5 اللي هي 1 و 3 over 3 اللي هي 1 times 21 over 3 اللي هي 7 و 15 over 5 اللي هي 3. أيضا عندي minus times البرايوريتي هي للتايمز، فإذا حيصير عندي 8 over 3 minus 9 fractions بيناتهم تايمز، بضرب اللي فوق مع اللي فوق واللي تحت مع اللي تحت، فإذا هي 7 over 3. صار عندي 2 fractions بيناتهم minus والدنومينيتر موحد، فإذا الدنومينيتر بحطه مثل ما هو 8 minus 7 اللي هي 1، فإذا الـ A بتطلع 1 over 3 وهي written in the irreducible form، يعني in the simplest form. هيك بكون حسبت الـ A. number 2 عم بقول لي calculate B، بدي أحسب الـ B and write the answer in scientific notation. هيدي الـ B موجودة قدامي، عم بقول لي بدي أحسبها وبدي أكتبها in the form of scientific notation. خليني أكتب الـ B قدامي، فإذا الـ B معي إياها بهذا الشكل 3.4 times 10 to power minus 3 times 5 times 10 to power 2 كل عليها power 3، تحت عندي 4 times 10 to power minus 3. أكيد نحن بنعرف شو هو مبدأ scientific notation، إنه يكون شكله decimal number، الرقم اللي قبل البوينت يعني الانتجرال بارت يكون منه صفر ويكون سنجل يعني رقم وحيد. لحتى اشتغل scientific notation لفراكشن دايما بشتغل النمبرز لحال والباور اوف 10 لحال، والطريقة الافضل هي انه كل رقم فيه بقلبه بوينت حوله لناتشرال نمبر. يعني هون انا فور اكزامبل عندي 3.4، ال 3.4 هي decimal number، فأني بدي شيل منها البوينت لحتى أعملها natural number، فحتصير 34، إذا أني شلت منها البوينت. ولكن بدي أسأل حالي ال 3.4 صارت 34، فإذا هذا الرقم كبر، يعني 3.4 كان صغير. بما أنه هذا الرقم كان صغير فإذا بدي حط times 10 to power minus، لأنه الرقم اللي فوق صغير.
طيب كم مرة زحت البوينت؟ البوينت كانت هون ولكن أنا عملت الرقم 34. بالفعل أنا بسقول 34 كأني عم أقول 34.0. فإذا البوينت زحتها من هاي الميلة لهاي الميلة، فإذا زحتها مرة فإذا ماينس 1 لأني زحتها مرة واحدة. تايمز 10 تو باور ماينس 3 تايمز 5 مثل ما هي، وهيدي اللي هي باور اوف باور، فحتصير 10 تو باور 6 لانه بدي اضرب الاكسبوننت. تحت عندي نمبر اند باور اوف 10 لحطهم مثل ما هن ايكوال. دائما مثل ما قلنا بشتغل النمبرز مع بعض والباور اوف 10 مع بعض، بدي اوصل لمرحله انه عندي بهذا الفراكشن بالنيوميريتر يكون في عندي بس numbers and powers of 10 وتحت بس numbers and power of 10. تحت أنا واصل لهذا الحكي، تحت عندي 4 times 10 to power minus 3، إنما فوق بعد مني واصل لهذا الحكي، فوق عندي 34 times 5. في أضربهم ضرب عادي وفي أعمل prime factorization لكل الأرقام اللي شايفها. طريقتين صح. 34 times 5 رح نضربها using calculator او using حيلا عملية حساب رح يطلع 170 times. هلا بدي اشتغل ال power of 10 مع بعض واللي هن هيدي وهيدي وهيدي. طيب minus 1 minus 3 اللي هي minus 4 plus 6 اللي هي plus 2 فإذا times 10 to power 2. هلا وصلت لمرحلة صار في عندي number and power of 10 فوق و number and power of 10 تحت، ولكن ال 170 هي بالفعل 17 times 10 to power 1 يعني 17 times 10. في اتركها مثل ما هي وفي حطها 17 times 10. الطريقتين صح. 170 over 4 using calculator بما انه صار عندي رقم فوق ورقم تحت فصار فيه قسمهم على بعض رح يطلع عندي using calculator 42.5 times. عندي 10 to power 2 and 10 to power minus 3. بما انه 10 to power 2 هي positive ال exponent positive وال 10 to power minus 3 تحت هي negative، فبهيدي الحالة بس يكون الباور اوف 10 نيجاتيف، بطلع الباور اوف 10 اللي تحت لفوق ولكن بس طلعه بقلب اشارة الاكسبوننت. فاذا حيصير عندي تايمز 10 تو باور 2 مثل ما هي ما غيرت الا محلها تايمز 10 تو باور بلس 3 لاني طلعتها من تحت لفوق، حيصير عندي 42.5 تايمز 10 تو باور 2 بلس 3 اللي هي 5. انما هذا الشكل منه scientific notation لسبب انه قبل البوينت عندي 2 numbers بالانتيجرال بارت عندي 2 numbers، فاذا البوينت لازم تكون هون بين ال 4 وال 2 فحاكتبها بهذا الشكل 4.25 ال 10 to power 5 حنزلها مثل ما هي وبعدين بدي كفي مثل ما انا اشتغلت هون. يعني هون عندي 42.5 صارت عندي هون 4.25 فإذا هذا العدد صغير. طيب شو كان هذا العدد؟ كان العدد كبير فإذا times 10 to power plus لأنه كان كبير، بينما هون قلت لأنه كان العدد صغير حطيت times 10 to power minus. كم مرة زحت البوينت؟ زحتها مرة واحدة فإذا plus 1 حيصير بالنهاية عندي 4.25 times 10 to power 6. هلأ صارت مكتوبة in the form of scientific notation. Part 3 من السؤال عم بيقول لي write C in the form of A minus B radical 3 where A and B are two integers. خليني هيدي C اكتبها قدامي. فإذا number 3 السي اللي هي 1 minus radical 3 كلها square over 2 plus radical 3 كلها square.
عم بقول لي بدي اكتبها in the form of a minus b radical 3 where a and b are two integers. طيب اذا جيت اشتغل بالسي مثل ما مبين عندي انه فا هي remarkable identity واللي هي a minus b quantity square وتحت كمان هي a plus b quantity square اللي هي على هذا الشكل a plus b quantity square بتساوي a square plus 2ab plus b square كمان a minus b square بتساوي a square minus 2ab plus b square. هطبق remarkable identity. فإذا هون عندي a minus b quantity square واللي هي a square يعني 1 square minus 2 into a into b plus radical 3 square. تحت عندي a plus b quantity square واللي هي a square plus 2ab plus b square. فإذا بدي كفي شغل عادي 1 square اللي هي 1 minus من هيدي بيطلع عندي 2 radical 3 plus radical 3 square. square بيروح مع الراديكال بيضل عندي 3. تحت عندي 2 square اللي هي 4 plus 2 times 2 اللي هي 4 and radical 3 plus نفس الحاكي square مع radical بيروح بيضل عندي 3. اكيد بدنا ننتبه لشغلة انه انا مستحيل اقدر اختزل ال 3 هون مع ال 3 هون لانه الاشارات هي plus. هذا الحاكي بيكون صحيح بس لما يكون عندي اشارات الضرب. فحيصير عندي ف بدي احسب النمبر مع النمبر 3 plus 1 اللي هي 4 minus 2 radical 3 وتحت نفس الحاكي 3 مع ال 4 اللي هي حتطلع عندي 7 plus 4 radical 3. هيك بكون خلصت. ولكن هون عندي مشكلة انه هو بالسؤال قال لي بدك تكتبها in the form of a minus b radical 3. اصلا هذا الشكل ما في بقلبه fraction. انا وصلت لشكل في بقلبه fraction وماني قادر اعمل شيء. بهيدي الحالة بيكون الشيء المطلوب مني هو اني اعمل راشيوناليز، يعني بدي اتخلص من الراديكال بالدنومينيتر. فبهي الحالة بيكون بده اياني اعمل راشيوناليز من دون ما يسألني. فاذا بدي اضرب بالكونجوجيت اللي هو 7 minus 4 راديكال 3 فوق وتحت اكيد. واكيد بدي احطهم بين parentheses لاضمن انه الكل عم ينضرب. مثل ما قلنا بالدنومينيتر هي a plus b into a minus b. فاذا هي a square minus b square بحسب ثالث remarkable identity. فاذا هي 7 square minus 4 radical 3 square. فوق بدي استخدم قاعدة الdistributivity يعني ال 4 بضربها مرة مع 7 وال 4 مرة مع minus 4 radical 3 وبس خلص. ال minus 2 radical 3 بضربها مع 7 برجع ال minus 2 radical 3 بضربها مع minus 4 radical 3. هيطلع عندي بهذا الشكل 4 times 7 هي 28 4 مع minus 4 radical 3 اللي هي minus 16 radical 3 minus 2 radical 3 مع 7 اللي هي minus 14 radical 3 minus 2 radical 3 مع minus 4 radical 3. خليني أقسمها minus times minus هي plus اللي برا مع اللي برا يعني 2 مع 4 هي 8 radical 3 مع radical 3 هي radical 3 to power 2 يعني 3 لأنه هيروح الباور 2 مع radical. فإذا هي 3 بهذا الشكل. هيصير عندي 28 هون عندي راديكال 3 وهون عندي راديكال 3 عندهم the same radical. فإذا باخذ ال minus 16 وال minus 14 مع بعض رح يطلع عندي minus 30 راديكال 3.
plus 8 times 3 اللي هي 24، وتحت عندي 7 square اللي هي 49، minus 4 radical 3 quantity square. هذا الباور 2 حيروح لعند الفور وحيروح لعند الراديكال 3، فإذا حيصير 4 سكوير راديكال 3 سكوير. حيصير عندي بهذا الشكل. فوق بدي اجمع النمبرز مع بعض، 28 plus 24 واللي هي 52 minus 30 راديكال 3، وتحت عندي 49 minus 4 سكوير اللي هي 16 راديكال 3 سكوير. حيروح الراديكال مع سكوير حيضل عندي 3 بس. حيصير عندي بهذا الشكل 52 minus 30 راديكال 3 over 49 minus 16 times 3 اللي هي 48. حيطلع عندي بالنهاية 52 minus 30 راديكال 3 over 1 واللي هي 52 minus 30 radical 3. كتبتها بالشكل اللي طلبه مني. فإذا الـ A هي الـ 52 and B equal 30. هيك بكون وصلت للشيء اللي طالبه مني بالسؤال بهذا الشكل.